اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وثبت بها قلوبنا، وارفع بها عندك حجتنا. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا.